بعد البطولة العربية وبعد الأجواء اللي حصلت والهزيمة يعني في المباراة النهائية، رجعتوا على مشكلة أكبر، فيعني أنتوا ما لحقتوش تفوقوا. بتلملموا أوراقكم إزاي؟ بتتكلموا مع بعض إزاي؟ والكبار في الفرقة بيتكلموا معاكم إزاي؟ إنه يا جماعة إحنا طول الوقت بنقعد نقول إيه، أكيد الكبار بيتكلموا معاهم دلوقتي إن هم يفصلوا خالص ويلملم. بقالنا 3 سنين يعني، بقالنا كتير، بقالنا وقت اللي هو افصل خالص عن المشاكل، لملم أوراقك، خلي الملعب انسى فيه أي حاجة. بتتكلموا إزاي؟ عايزاك توصل برضو للجماهير. والله إحنا خلاص، إحنا ظروف محطوطين فيها، إحنا خلاص لازم يعني الستة التمانية اللي بيلعبوا الفرقة كلها في ظهرها، الناس اللي ما بتلعبش إحنا معاهم بنتكلم معاهم، نستحمل هي فترة وإن شاء الله هتعدي. ما خلاص يعني إحنا محطوطين في موقف صعب جدا، ويعني إحنا بنقول يا رب الدنيا تتحل في أسرع وقت، يعني عشان خاطر إحنا داخلين على ماتشات جامدة جدا. يعني محترمين الفرقة اللي لعبناها، طبعا فرقة محترمة وكل حاجة، بس بعد كل ماتش فرقة بتبقى أصعب، داخلين أكيد هنلاعب بقى سبورتنج والبنك الأهلي، والفرقة دي طبعا فرقة كبيرة، فيعني بنحاول نلم نفسنا على قد ما نقدر وندعم الناس اللي بتلعب، وخلي اللعيبه الصغيره تبقى معانا في الفرقه اكتر عشان خاطر يبقى عندها ثقه في نفسها عشان تقدر تشيل الماتشات. بس يعني ان شاء الله الدنيا تتحل يا رب. انا بقول لهم يعني، لسه كنت بتكلم في القصه دي النهارده، مع كامل احترامي وتقديري لاصحاب الجياد وعندك الترسانه يوم الثلاث، مع كامل احترامي وتقديري لكل الفرق، والله كل الفرق بجد اللي طالعين الدوري واللي موجودين وبيعملوا اداء مميز، بس احنا الزمالك. فالنهارده انت بتحطني في موقف مش طبيعي، انت حتى اللعيبه دي مع الحمل هتتعب كمان. بالظبط. مش هتلاقي، احنا لعبنا ماتشين ثلاثه على كده، مش هتلاقي لعيبه المولة دي تلعب اصلا. اللي موجودين دول حتى مش هتلاقيهم. بالظبط. والفكره ان المشكله مسمعه في 2006 و2004، كله بياخد من كله، يعني انتوا بتاخدوا من 2004، في التالي هو بياخد من 2006، 2006 بياخد من 2008، ففي خلل كبير جدا، والاتحاد مصر ان كل فرقه يطلع لها 10 كارنيهات. هو في ايه؟ يعني لا، الموضوع صعب، صعب بزياده. قول لي، اكيد انت طول الوقت بتتفرج على الكوماندوز ان هم حاله حلوه قوي، ان هم حاجه كبيره قوي. لما خسروا السيزون اللي فات اكتر من بطوله، دوري وكاس في اسبوع مع سوبر افريقي، يعني كنت حاسس ايه؟ يعني كنت شايف ان الفرقه دي ممكن تقوم من تاني، ممكن تقدر تلملم اوراقها وتقدر تخطف بطوله في اخر السنه، ولا كنت حاسس انه خلاص ده موسم وانتهى بقى وخلاص على لا كده؟ اكيد طبعا، اكيد كنت حاسس ان هم هيكسبوا اخر بطوله دي. ماشي. انا دخلت الفرقه بصراحه، هم الفرقه كلها ايد واحده مع بعض وفي ظهر بعض، بيقدروا يعني يلموا الدنيا بسرعه، الدنيا ما بتفرطش خالص في الفرقه. كابتن احمد وكابتن لوكا وكابتن كريم، كل الناس دي بتحاول تلم الفرقه. الدنيا ما ينفعش تفك، لازم كلنا في ظهر بعض. عشان كده هم قدروا يكسبوا يعني البطوله الاخيره دي، وطبعا كانت بطوله مهمه جدا يعني للفرقه.